مساء الخير مشاهدين الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم أينما كنتم. حياكم الله معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج ديوانية الشعراء، والأخوة الشعراء مشاركيني في هذه الحلقة. أرجو أن تقضوا معنا وقت سعيد وممتع. مساكم الله بالخير. حياكم الله. طبعا نبدأ بالقصيدة الوطنية، ومعنا علي خالد الطرقي. حياك الله. حياك الله أبو محمد. حياك الله يا أبو خالد. الله يحييك. شو يقول؟ والله عندي قصيدة وطنية، والوطن يستاهل. يستاهل أكيد. شو يقول؟ يقول: يا كويتنا يا ديرة الأسلاف، الشعب حبه تساري في دمه، في ظل حضرة سيدي نواف، نواف الأحمد راعي الهمة، تباشري ولا عليك خلاف، تبقين يا داري على القمة، حر الندر يوم الحرارة صناف، طيب الفعايل فيه ملتمة، شيخ فصول المرجلة عراف، كسب الجمايل دائما همة، شيخ يعرف الحق والإنصاف، والغيرهم مغرتها يمه، ولي عهده عاشق المشراف، عقرده حريبه وسمه، فيها الهقاوي ما تعود انكاف، حتى يوردها على الجمه، مش العضيده حزه الميقاف، لاجل البلد يبطش ولا همه، الهم غلا بعيوننا ينشاف، والهم ولا في ذمتي ذمه. سلام. صح. عزيزي المشاهد، بعد ان سمعنا هذه القصيده الوطنيه، عندنا ايضا اغنيه وطنيه نشوفها مع بعض. حياكم الله، رجعنا لكم مرة ثانية. الله يحييك. وناخذ على اليمين، ويقول درب الغانمين يمين. وعندنا هذال. حياك الله. الله يبارك فيك. حياك الله يا أبو عناد. الله يسلم. شو يقول؟ يقول: عاود اللي غيد الأمثال بعد الاغتراب، مثل ما عاود على صوت حلوات الحليب، وكل ما وده بصوتي حضن بالاقتراب، لين اجمع سارحات الصباح مع العزيب، دار بات العوب معنى الذهاب مع الاياب، كل ما غرد مع الغرب الغصن الرطيب، داعي الافكار غاب ودعيته واستجاب، والظوامي تارده مثل ما تارد اهديب، وساحه عندي تساوى الحضور مع الغياب، وساحه ادور لهن سن يدور ذهيب، يلتهب معنى القصايد مثل وصف الشهاب، وجيت فيها واستمع يا اللبيب من الاديب، مثل ما للوقت ميله للايام انقلاب، واكبر النكبات فقدان ميقاف القريب، وعاتبوني لين مليت من كثر العتاب، ناس ما تسولف سوى ذا غريب وذا قريب، والحياه منزوع منهم مثل نزع الثياب، ما لهم في سيرة الطيب حظ ولا نصيب، والكلام احيان يجرح مثل سهم النشاب، شوك لكبود الرياجيل هرج ابو جنيب، هرج يتخلخل بالاحساد سنه سمداب، من سمعته ضاق بواسع الكون الرحيب، ولو تحلى بالصبر نوب يذيك الذباب، اللي تستعملها اللي يجيبه لك رجيب، والذي بين السماء والوطن مشى السحاب، الكريم الواحد الكافي الفرد الرقيب، جل من في قدرته كون ادم من تراب، سامعا بالليل فوق الصفا وقش الدبيب، لو ما قدر يا هلا العز نسينا الجناب، ناس طيب اخلاقها لا جديد ولا غريب، لا شرح الاسماء ولا القاب في طي الكتاب، لين ابين نعم الذيل والسبعه المنيب، لكن نقدر هل الطيب شب والشباب، الرجال الفخر والذخر بالوقت العصيب، وعن خفايا سر عن خفايا السر ما ودنا كشف النقاب، يعني يفرحون بنشر الاخبار حدرت الشعيب، يا حمول الخيل يا متعبة عصا الركاب، يا سنام المجد والفخر في جود وطيب، ما وصلت الا وانا اللي معاي من الذهاب، نخوتي مع حقوتي فيك والشعر النديب، والظروف تكالبت سنها روس الحراب، ومنظر الايام والوقت سنه وجه ذيب، لو زمان يحطني بين ضرس وبين ناب، العزيمه بدلت سير خطتها خبيب، للشموخ اللي صفاته مثل شم الهضاء، ثابت مثل الجدي لا يغيب ولا يشيب، فاقد اللي شيخ قوم يهيب ما يهاب، في نهار النص اللي واقعه مثل اللهيب، من كريم من كرم يمناها ديوان بيته دون باب، شالعها ومشرعها للبعيد وللقريب. سلامة أنت والحاضرين والمشاهدين. سلمك الله. صح لسانك. صح بدنك. تقول الذهاب. ها؟ نعم. الذهاب هو اللي ياخذها الطرقي معه. ها. عدل؟ المونة. اي نعم. المونة اللي يسمونها الحين المونة، ها؟ هو صوت. اي نعم. يحطها معه إلا منه مشى. نعم، على الذلول وعلى الذلول وعلى الراحلة اللي هو عليها. نعم. يسمونها الذهاب. اي بالله. الله يعطيك العافية يا أبو عناد. ونرجع مع محمد الصفري. حياك الله. حياك الله. شو يقول؟ والله عندي قصيدة غزلية. غزلية؟ اي نعم. تفضل.
بديت بسم اللي لها انصحت واخلصت. سبحانه. بديت بسم اللي لها خلصت وانصحت. اللي خلق من كل شكل ونوعي ومن بعد ذكره ابتديت وتصفحت وقلت الجواب. اللي القلب يلوعي يا ذا الغزال اللي بقلبي توحدت ما شفت غيري يا حسين الطبوعي. ما من مفر منك لو كان كافحت ولا غيرك أحد حدني للركوعي. وش قصتك في خافقي وين ما رحت سببت ربك في محاني أضلوعي. وش دخلك فيني إذا قمت أو طحت يا طول ليلي كان مركاي كوعي. ولحد بعاذرني لو أخفيت أو صحت ضوعتني غصبا على غير طوعي. حاولت أشوحك من خفوقي ولا شحت وصرت تتخيل لي وأنا في خشوعي. حاولت أشوحك من خفوقي ولا شحت وصرت أتخيل لي وأنا في خشوعي. دايم أشوفك فوق رمشي إذا لحت وخاف أغمض لدرفن أدموعي. كيف أتخلص منك لمسيت وأصبحت بالله قل لي ليه طيرت شوعي. تقول أصلح داخلك ويش صلحت تبي ترمم وانت فعلك يروعي. وش عاد لو أني لك اليوم وضحت لن تاب رحمني ولن تلقطوعي. هذا أصل ود غصن تحت حت من الشجر في عاليات الروعي. على الذي لا دار على الذي لا دار ذكره فأنا ارتحت. المصطفى اللي ما يهاب الجموع. اللهم صل على محمد وصح لسانك. ونرجع مع فازع جبر الرشيدي. حياك الله. حياك الله طال عمرك. شو يقول؟ احنا قبل ناخذ على اليمين واليسار والحين خذنا على اليمين. تفضل. الله يهديك. يقول الطيب الطيب الصادق يا مال الذهاب تزهم قامه بيوت الشعر والحونها والخايب بعين ربعه مثل ضوح السرام يبهج الصدر والدنيا على هونها حنا على الطيب والمبدا نهينا أصعاب وقفاتنا تقف الوقفات من دونها واللي تخلوه صاحي نهار الطلاب واقترخة يطلع السجان مسجونها. هقيت لي ظن فيك وجيت والظن خاب الله أكبر على الأيام وطعونها. الأولى روحت بين السماء والسحاب والثانية كل خلق الله يعدونها تعب تجاهد علوم مضيعين الصواب اللي تشوف الأوادم نص بعيونها على دروب المراجل والنقى النور غاب يلي تسولف عنها الدين وديونها مهيب لحية مجامل واحترام وخطاب لحية مثل ما تبيها الناس يبونها العام العيون كدمين أخفاف الركاب واليوم في كلها قاوي باح مكلونها. صح لسانك. صح لسانك. ونرجع مع علي سعود العجمي. حياك الله. حياك الله يا أبو محمد. حياك الله يا أبو ريكان. الله يبقيك. احنا أنت مرغب البرنامج واليوم طالبين منك قصيدة. أبد اللي تأمرون عليه طال عمرك. إيه تفضل. شو يقول؟ يقول باب انسجام المشاعر باب انسجام المشاعر وارتياح النفوس الصدق والكلمة اللي تحمل الاحترام واللي ما يقدر لها يرجع وياخذ دروس من كل صاحب معرفه ما لحقه الملام والمتهم يقنع خصامه بدين غموس لو القلايد تعلق في رقاب النعام ودكتور الأسنان ما يبلش قلع الضروس لصارت مسوسها ما هي بذات اهتمام وأهل الحسد لو رداها من خيار البوس قلوبهم لونها لون الفحم في الظلام وأهل النوايا السليمة علمهم حد موس كلمة ويكفي غطاها عن كثير الكلام والناس ربي خلقها روس من فوق روس والمسعد اللي على دين الرسول استقام بين الأوادم وبين إبليس حرب ضروس يلعبهم لين يدخلهم شباك الحرام قال الثبيتي ترى دنياك ما هي عروس هني من حج بيت الله وصلى وصال صحيح. تقول الضرس ها؟ نعم ضرس دكتور الأسنان ما يبلش بشلع الضروس صارت مسوسة ما هي بذاته تمام. صحيح. ذاك يقول الضرس لعورك داوه مش لا دوا الضروس الموجعات المشاليع. صح لسانك يا ابو ركان يعطيك العافيه. وخلونا نريح مع الالغاز من عنده لغز. ابو شاري عندك لغز؟ اي نعم. شو يقول؟ عندي لغز اقول انشدك عن رجل شديد سواده ولي وجدته تعبر جبال وانهار ولي وصلت واصل للسعاده رجل وحيد ومسكن عده ديار. يا سلام. عيدها مره ثانيه. اي نعم. انشدك عن رجل شديد هناك انشدك عن رجل شديد سواده
أنشدك عن رجل شديد سواده، وليا وجدته تعبر جبال وانهار، وليا وصلته واصل للسعادة رجل وحيد ومسكن عدة ديار. شو يقول بركان؟ حولها على الرب. هذا اليمنك سكنته، سكنت في سعادة، ويعبر ديار ويعبر، كأنه واضح أتوقع أنا الليل. لا هو ما هو الليل بس قريب يعني، ما هو اللي وصلت واصل للسعادة، هو فيه فيه سعادة. ما عليه، خلنا لا توضح، خلنا أبو عناد شو يقول. لا والله ما عندي حل، يعلمنا قريب الليل، المفروض أن يعلمني شو إذا ما هو القبر هذا هو. لا الله يكرمك، لا هذا واصل للسعادة. شو يقول أبو القدر؟ لا لا شو يقول؟ ما له حل، لا عندي شيء الله بسند يقول يعبر جبال. اي راي انشدك على رجل شديد سواده، ايوه شو الليل ولا الليل. البحر ولا شيء قريب منهم يعني. شو يقول الشبو؟ ما هو الليل او البحر وكذا؟ لا ما هو الليل، بس هو يعني قريب منه، قريب منه. طيب هم اعلنوا، اعلنوا معجزهم. شنو هو؟ طال عمرك النفط، النفط ايه. ايه. هو الرجل الوحيد ومسكن عده ديار تلقاه ايه. صحيح صح. وليا بغيت تحفر، لازم تحفر جبال صحيح صحيح، انه بعيد هو. اي والله احنا بعيد، يقولون ينتجون النفط، يقول لي ممكن 3 كيلو 5 كيلو نعم. من الحدود بعد في لغز عندنا بعد له، هو الشاعر محمد خليفه الغريب، وسبق جبنا له في الحلقه اللي طافت لغز، نجيبكم بعد لغز مره ثانيه، ودائما تحفنا بالالغاز. هو يقول انشدك عن شيء يمر وتشوفه، أنشدك عن شيء يمر وتشوفه، حتى العمى لو تنشده قال شفناه، ألا دمي ما يمسكه في كفوفه، سبحان رب نصوره كيف سواه. اللي سامعه أو شيء يعطي ربعه مجال. شو يقول أبو ركان؟ أنا سامع عندي حاضر. سامع، خلنا نعيد لكم مرة ثانية للتأكيد. أنشدك عن شيء يمر وتشوفه، تشوفه تشوفه هي. حتى العمى لو تنشده قال شفناه، الله الادمي ما يمسكه في كفوفه، سبحان رب صوره كيف سواه. ها ما ادري تنمو واضح الحلم، واضح ابو واضح حلم، ما دام العمى يشوفه الحلم حلم ابو النهار النهار ها ايوه الله. واحد يقول حلم ابو واضح سهل. الحلم واضح الحلم، ما واحد يقول النهار، واحد يقول الحلم، ابو الظلام الحلم اكثر خيالك. انا اقول الظلام، مو الظلام العمى يشوفه، هي الظلام يعني اقرب له شيء. الحلم الحلم اقرب اقرب شيء يعني والرجل يقول الظلام، واحد يقول الحلم. هو فعلا هو الحلم، لان الحلم حلم تعيشه ما تشوفه، حتى العمى لا تنشد عنه عمى يقول شفته. صحيح العموم، يعطيك العافيه عزيزي المشاهد. فقرة من فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع يشوفها مع بعض. عدنا لكم مرة ثانية ونرجع للشعر ونرجع مع أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن شو يقول؟ يقول بعض المواضيع لو نشرح كلامي يطول، ودي لقلت الكلام أعطيها حقيته، فن التعامل مع العالم يبي له عقول، والشخص من منطقة تبين عقليته. صحيح. وشفت بعض العقول يصيب فكري ذهول، أشوف ناس تسير عقولها ميتة مثل الحديد الذي بل ما بقى كم حول صدعه ما ينجلي لو أنك تزيته، هذاك ما يستقيم أنه يبارز حول، والشي ما يستقيم ببيت ضديته، افطل لها يلبيب وميز اللي نقول، واحرص على صيغة المعنى وفنيته، الوصف هذا كمل واشوف عندي ميول، اعطيك وصف جديد احفظ على نيته، خل الحياة فيك لكن لا تجيني خجول، وعند الحقوق الرجل يظهر بشخصيته، واللي على نيته يضحك عليها البطول، والرجل يبقى حذر وهو على نيته، من واجبات الرجل لأنه عقل الذلول،
من ما سمع كلمتي يمشي بحريته. ودك يكون الرجل من بعض حاجه جفول ويميز الصاحيه ويميز الميته. وبعض الرجاجيل لو يكشخ ترى بس زول، هذاك له حلالك يمكن تهيته. لا صار خصيتك بعض العفون الخبول لو يذبحونه تنازل حتى عن ديته. هذا هو الحل الأمثل، هذا هو الحل الأمثل من جميع الحلول. أخاف مثله تجي بعدين ذريته. سلام عليكم. سالك أنت ما تبى له ذرية. ما بي له ذرية. العموم صح سالك وتقول الهدوم. واحد لو يكشخ ترى بس زول. بس زول. هذاك له حلال يمكن تهيته. تهيته. واحد قال لي يقول الهدوم. أنت ما عليك من الهدوم، عليك باللي داخل الهدوم. العموم صح لسانك. ونرجع مع أبو سعد. نعم. سعود الردعان. نعم. شو يقول؟ أقول قالوا على قد حالك قلت يكفيني، مسلم خليجي كويتي من بني هاجر، ديني وداري وربعي هم نظر عيني، لخدمت الثلاثة عدني تاجر، وأعشق هل الدين يوم دينهم ديني، وموت في الدار من فقري ولا هاجر، وافدي ربوعي بدمي وبشراييني، وأكره من الناس راع الزور والفاجر اللي يعرف الحقيقة والبراهيني ومناشب الناس بالبهتان ويناجر، اللي يعرف الحقيقة والبراهيني ومناشب الناس بالبهتان ويناجر، وحب من حبني وأكره معاديني، ووقف مع الحق مهما صار وشاجر، وحبيت الشعر ويا البعاريني، واشفق على الحزم والرضان والحاجر، وفضل الشرع عن كل الغوانيني، وارجي من الله على ما قلته يواجر. صح لسان. أبو ضاري. هلا طلع. حياك الله. الله يحييك. تفضل. شو يقول؟ أرسل علي الشاعر بندر حميدي الصيبي يقول. طبعا الردية عندك. أي نعم. من اللي بادي؟ بندر حميدي. إيه تفضل. شو يقول؟ يقول أصدحي بالصوت يهجوسي وغني، واسهجي ما لاج من بين الحنايا وامتطي، صهوة جوادي واستعني واحتذي ما لاد من جرد السبايا، ما خذيت الشعر من باب تبني، ولا رجيت البدع من مد العطايا، من رقيت المرقبة والفكر دني، لاح براقة وسبل من سمايا، ما نطول الصعب بسهود وتمني، نحرزه والعمر تقفاه المنايا، يا ضعيف الراي هرجك ما شحني، لو تزيد الهرج ما يقصر مدايا، مبعد الهقوات ماني بمتثني، ولا حسبت حساب شذبك من ورايا، وان بغيت العلم وظنوني حدني، سقتها قدام لا يبحث خفايا، روحت وكتابها مرسول مني، يمت اللي يطبخ راس حمايا، يا ابو ضاري والدعاوي ما سجني، المشوره منك يا وفا السجايا، ينقلب وجه الحقيقه دون ظني، يوم ابرق بالقلوب وبالنوايا، ما هقيت الحقد في صدره يكني، لين بانت كلمته بين البرايا، من عرض لي في كلامه وامتحني، نلجمه ولا معه ويش السوايا، يا وسيع العرف برياكم تكني، لا نعقد حبل النصيحه بالقضايا، والسلام اختام والمردود عني، يوم لاح الشعر في عارض اسمعه. رديت عليه طال عمرك قلت مرحبا باللي هواجي سهد عني. هذا ردك انت. نعم. شو مرحبا باللي هواجي سهد عني، قام يقنب في طويلات الشغايا، مثل ذيب شايف له زول جني، وجاوبه من يمة الساحل صدايا، شاعر في حبكة المنطوق فني، والوفا والطيب في مد بند مزايا، قمت أفكر في علومه يوم جني، وافتح الموضوع من كل الزوايا، لين شفت الوضع من بعد التأني، مثل شمس ساطعة وسط المرايا، ما عليك من المطبل والمغني، دام واثق طبلهم ما له دوايا، مشيت الواثق وقلب المطمئني، تجرح الحاقد ولا يلقى شفايا، ارتفع عن كل موضوع تدني، من وضع نفسه تباشرها الزرايا، وخرع الحقد في حقده يوني، يبترم ويموت من سم الحياية، دام عايش ما خلصت من التجني، من سفيه ومن تدابير الدهاية، لو من الادنين جانبك استكني، من يفكك من مقاريد النحاية، ولو من الاجناب قلبك مرجهني، جاك رمح من مزاريق الدنايا، هكذا الدنيا متاهات وتعني، خل عندك يا ولد فيها دراية، من قوانين التغافل لك تسني، تنتظرك بكل مكنون وخبايا، يا عسى دايم دنياك امتهني، وقبل التقدير مع صدق التحايا. سلام عليك. سلمك الله. صح لسانك. صح بدنك طبعا. نرجع مع أبو سند. حياك الله. حياك الله يا أبو محمد. شو يقول أبو سند؟ يقول أبو سند طال عمرك يقول زلشت والقيض ضانت نجومه، وبدأ النسيمة عقب برده حرارة، ريح ضميرك
وابتعد عن سمومه في داخل المحدود ولا عماره لين انحق بسهيل تردم غيومه يطلع حق بخمسين بو النهاره واسم بكورا ينثر المكموم الياس مربرقه يشوقك حماره مع كل طراشن تجينا علومه الملحية والعين تطرد خضاره حسبة شهر واسبوع تلبس حزومه متساوين نبتسها الوز بارة ترتعبها الفاطر وعشبة تهوم حول الطياح وعينها الا الحوارة فيها زبيدي فاخر في وسومه تلقاه بالجيلان والله الفقارة يطلع بها شيار زمان معدومة تشتك من حومه اللي برق وراه مثل سنة 70 ترجع احلومه بدم منازلنا بعال الصدارة برض الكويت أهل القلوب الرحومة يعيش فيها اللي غريبه دياره وشعبه بخير وعايشين في نعومة عسل ولي يضفي عليهم ستار. اللهم أمين. حياك الله يا أبو حسين. الله يحييك. شو يقول؟ يقول الزمان يدور والوقت مثل الامتحان واعرف أن النفس مثل الليالي رايحة ولا تجي للناس مثلك مثل شاهد عيان عز نفسك عن فتاة السنين الطايحة وحاجتك لو دونها الناس وظروف الزمان صوبها لا تمسي العين عنها شايحة مكثر الأصحاب يوم المعاريف السمان يوم ذكر الفضل تعداده وشرايحة وصاحبك مهما يضايق يبقى له مكان ودك الصاحب اللي أخطأ عليك تبايحة ودك أنك للمهمات مطنوخ وحصان وكل ما مرتك ضيقة وجاتك جايحة ولا تدور لك خوي ليحتجته جبان يرتعد لا منه هوحة الحلوق الصايحة وانتبه عشرك مع الوقت لا ترجع ثمان وقتها عينك تهل الدموع السايحة ما يضر الرجل ويدهوره غير اللسان امسكه مالك ومال القلوب النايحة تكبر الأفعال واكسب لو وقفت الرهان يوم غيرك وده ترد له منايحة أردي ما من وراء خوته طيب ضمان ومن يقديك النصيحة فخذ نصايح. صح لسانك تقول اللسان ها شو يقول لسان ما يضر الرجل ويدهوره غير لسان امسكه مالك ومال القلوب النايح صحيح. يقول لسانك حصانك ان صنت حصانك وان انت هانك. صح لسانك يا ابو عبدالك. الحين في موضوع طبعا مخلص من الشعر في نبينا دائما نطرح موضوع في الحلقة. موضوعنا اليوم لو مثلا أنك عزمت لك جاك ضيف في محلك وعزمته وعزمت جارك من ضمن المعزومين طبعا الجار طبعا الجار في الحق أنك تعزمه طبعا جارك ويوم ورحت تجيب لك داخل من البيت قدوع أو جبت لك شيء قدمه للموجودين لقيت جارك متهاوش شوية ضيفك الجار متهاوش شوية الضيف أنت تفزع مع الضيف أو تفزع مع الجار وبركان شو يقول خله يفر عند الربع لا حنا نبي وجهة نظرك بنسأل الربع كلهم شو رأيك الضيف أبدأ الضيف أبدأ الضيف في عند وجهة نظري أنا يعني الضيف هو والجار بتخلص أنا وياه فيه ما بعد يعني واحد يقول له بروح لا سكر عليه من باب بروح المخفر يعني متلاحق انت وجار فيها حلول واجد لكن انت يا الرجل اللي دخل محلك ضيف عليك كل انه ضيف على حتى الجار اللي عندك ماشي يعني انت الحين بتساعد الضيف نعم ابو مشاري والله شوف الضيف والجار يعني هم اثنين هم لهم حقوق تمام وصقار القبيسي يقول ما معروف انا راح اجيبها بعدين القصيده انا راح اجيبها البيت راح اجيبه بس ابي رايك انت انا رايي ما انا ما اوقف مع طرف واحد انا احاول اني اصلح تصلح يعني نعم. يعني تصلح تفرق انت يعني بالكلام اي نعم انا ما هو الكلام كله انا ما اخذ الضيف تتمدي لك يعني ما انت قصدي المقصود فيها انك يعني ما تميل مع هذا عن لا هذا. لا ما اميل معه يعني كلهم متساويين نعم. عندك ابو ما عندنا زيادة عن كلامه لا صار ضيف وجار اي ما من تبدي يعني احنا نبي وجهة النظر وجهة النظر اني الجار الجار نعم الجار لحق ايه ووصى عليه الرسول شو يقول فازل والله اقول انا نفس ما قال اخوي الجار
الجار أولى، الجار يورثك، وهذا ضيفي فأخطأ على جاري، فلا تمقطي علي أنا. يعني أنت؟ نعم الجار. الجار؟ نعم. أنت توقف مع الجار أنا ضيف. نعم. طيب أبو عبد الرحمن، فيه قصة حدثت قديمة وفيها عليها بيت من الشعر. ما عارفها أنا البيت، راح أجيبه فيما بعد. لكن حنا نسألك. أيوة يقول الضيف صار ضيف. معروف معروف. أيوة. بس حنا نبي وجهة نظرك أنت. والله مالي ألا أصلح بينهم. تصلح بين الاثنين. ما أصلح إلا بينهم. بس ان هذا وهذا يعني كلهم مطبهم واحد، كلهم مطبهم واحد. يعني ما انت ما تفرق بين لا هذا لا وهذا؟ لا 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 ما افرق بين، يعني تصلح بين الاثنين. اي نعم اي نعم. واحد يقول واحد الربع يقول انا افزع مع الجار. ها كلهم لوجهة نظر. طيب ابو سعد، والله انا المفروض من الجار انه يحترم ضيفي اول شيء. نعم. والثانية طال عمرك حاول اصلح بينه، ما موقف مع احد. هو صار شجار بينهم. حاول أصلح بينهم. تصلح بينهم. من الجار نفسه محترم ضيفي على نجار، هذا المفروض. تمام. أبو ضاري، هو لولا الإصلاح والما صار يعني إصلاح أوقف مع الضيف، لأن الجار من البيت، جارك السابع جار. إيه؟ هذا لا كلهم واحد. تمام. يعني أحاول أني أميل شوي مع الضيف وأهدي الجار. وتهدي الجار وتم مع الضيف. أميل مع الضيف لأن الضيف هو المخطي. الضيف حتى لو مخطي تحمل، لازم تحمل. معذب لازم تحمل ضيف. تمام. انا مثل ما تفضل اخوي، يعني ما عندك تعليق؟ مثل ما قال طرقي، احنا ندور التسامح بينهم اول شيء، وعقبه عاد نميل مع الضيف. الشبو، والله مثل ما قال اخوي ابو سعد، الجار اللي ما احترم ضيفك كنا ما هو محترم. احنا ودنا بالتسامح بينهم، لكن الضيف من الاحترام الجار انه يحترم الضيف اللي عندك، لان انت ما عزمت الا عدى من واحد من اهل البيت. هذه لو ما احترم الضيف انه ما احترمك انت. هذه ترى حدثت القصه هذه، عارف حدثت قديما، يعني ما هي قصه قديمه يعني. طيب. في الصوره الاولى هذا الضيف، يقال ان الضيف شاف له قعود او جمل احد الابل عند الضيف هذا، وقال له عدل ابو مشاري. نعم الجار. اي عند الجار، وقال له هذا لي. قال لا هذا انا مشتريه، واذا كان لك دور اللي بايع عليك. فالرجل هذا صار شجار بينه، كلام بينه وبينه تلاسنم بالكلام بين الجار وبين الضيف. بين الجار وبين الضيف. إيه؟ كان عندهم شاعر، طبعا من الشعر لحكمه. نعم. فكان عندهم شاعر خلف أبو زويد الشعلاني. القصة صارت عند الشعلاني. ونعم معروف. وهي القصيدة السالفة عند الشعلاني. نعم. ونعم في الجميع. فالضيف الشاعر هذا، الضيف نفسه راعي البيت يعني ما نام بالليل، شلون أنا هذا أخطأ على ضيف وهذا جار. يعني على جاري، يعني مو مرتاح. يوم أصبح جاء خلف أبو زويد وقال لا صار ضيف ومغلطل له على جار، عزلها انك سالم من سواده، يعني ترى ما عليك شيء. وكان الرجل بيفعل بيسوي ليش هاوش ضيفي وكذا، فمعناتها ان صلحت الامور وكل اثنين ما عليهم شيء. يعني سواء انت يعني حق مثل ما قال بعض الربع انك تفرق، حاول يصلح ما بينهم. العموم الله يعطيكم العافيه، والله تحفتونا بالاجاباتكم الطيبه. ونرجع مع الشعر والقصيد، ونرجع مع أبو عناد. نبي منك قصيدة. قصيدة ما عندي قصيدة. إحنا أنا ما جبت قصيدة. إحنا نبي من الشعر اللي أنت حافظ. لا لا أنا على ما قال حولها على أبو جبر. ها يعني تخلصت منها. تفضل فازع. شو يقول؟ لن يسد. الله يرحمه. يقول وين أنت يا مشفي الروح ومواجعها، اللي مكانك بقلبي ما حد ناله. الدار من غيبتك ضاقت شوارعها مثلي، وانا من غيابك حالتي حاله. ما غير افرقها واجيسي واجمعها، شتات الافكار نزاله ورحاله، اعوم في بحرها واطلع مطلعها، واغيب وارجع على قافي ومواله، اصبر النفس بالذكرى واقنعها، ولا اطغى الشوق وداني المدهاله، مدهال خشف لتسليني واسمعها، واشكيلها وان شكت لي قلت حياله، روحي تمزع عيني هل دمعها، قضيت ليلي ما بين قفاي وقبالها سج وقلب الصورة،
واطلعها وارمي بها من عنا قلبي وبرباله. الله اكبر على الدنيا وواقعها، والله اكبر على الواقع والله. سلامتك. نرجع مع ابو عبد الرحمن. نعم ابو عبد الرحمن، انت من الشعراء اللي طبعا قدامى بالشعر. اي نعم. طيب لو سالناك عن موضوع يعني يمكن الربع يدون عنه، الشعر الحالي مثلا اللي القنوات اللي يبثن الشعر، نعم، يعني هل هو مصلحة الشاعر او تصير يعني ضد الشاعر؟ ايش رايك؟ لا الحين على ما قال الحين اظهرت الشيء المغبى الوسائل هذه اظهرت التوصل. الشيء المغبى يقولون ان القنوات هذه تعيد بعض القنوات يعني نعم. تعيد الشاعر عده مرات حتى انهم يصير ممل. ايش رايك؟ لا مو يعني شوف كل شيء يعني متكرر كل شيء مكرر ممل لكن يجب على الشاعر اللي يظهر يكون عنده مجدد يعني عنده تجديد يعني ما يعني عنده كلام ما سبق انه قاله هو كل قناه ينقز فيها ونفس القصيده نفس القصيده يعني القصيدة. قصدك انه ما يكثر التسجيل مع القنوات؟ لا ما هو قصدي ما يكثر، لا قصدي انه ما يكرر الشعر نفسه، انه اذا ظهر انه يجدد بالشعر، عنده جديد، عنده جديد، عنده جديد. على العموم نعم. اتضحت الرؤيه الله يعطيك العافيه، ونبي منك قصيده. اي نعم. يقول صب لي فنجان لو ما به قدوع ينجلي عمسن براسي ويهدي، والله اني لي مواقيف بتوع لكن اموري ما صارت في يدي، حاجه الا صار مع انها رجوع والزمن حاديك للحاجة حدي، أدري إنه صاحب الحاجة خضوع ويلعن الله حاجة عند الردي، أدري إنه صاحب الحاجة خضوع ويلعن الله حاجة عند الردي، لو بهم جناب لو أموت جوع لكن البلشة إذا ما تنفدي، شارب بسبابها سم النقوع صابر يومي وأفكر في غدي، حسبي الله من أمور كم نوع طوعتني غصب ودعتني هدي، وعارف محدار دلوي والطلوع وعارف وين الثريا والجدي، وعارف نفسي ولي بالعرف بوع ولو غدل سثير يمكن ما غدي، لكن المقسوم يا القلب الجزوع ما يجنب عنك وياتيك يعدي، لو حسبت حسابها قبل الوقوع صار جمعك نقص ما هو أزودي، وانعكس مجرى شعيبك للفروع ولو تبيها تزتدي ما تزتدي، يا القلوب السالمة من الوجوع اشكري رب سدالت واحمدي، والله اني في عطاء ربي قنوع اطلب الله وارتجي منه امددي، معتني معتني برزاق خلقه كل نوع ورازق اللي ما بجسم ما اهتدي. سلامتك. سلمك الله سبحانه. يعطيك العافية ابو عبد الرحمن. ابو مشاري، نبي قصة بس ما تكون طويلة على البرنامج، قصة مختصرة كونك أنت ما شاء الله عندك مخزون من القصص. والله ما في شك طال عمرك فيه قصة بس تكون مختصرة. أينا. لأن الوقت ما هو، وقلت أنا قبل شوي أنا عندي قصة مختصرة قبل شوي. أي تفضل. هذه قصة ما طلعت أنا أشوفه، والحقيقة بحثت عنها هنية بالإعلام بالتواصل الاجتماعي لكن ما لقيت يعني ما في دليل عليه. اي ما لا ما هي منتشره واجد يعني ما هي منتشره. قصه قديمه. هذا رجال قال له فلاح السلائي من العوازم من اهل نجد، عوازم نجد. عنده حلال كثير وسبحان الله صاب حلاله مرض ومات حلاله كله، يمكن ما بقى عنده الا ثلاث رحايل يشيل عليهم بيته. فنوى انه يرحل ويجي لربعه بالكويت قرايبه. ويوم انه جاء بالطريق يمشون مشي هو وزوجته بس شايلين بيتهم على رحيلهم، عندهم ثلاثه. نزل المطبه صار مطبه بالدبدبه، وانتم عارفين الدبدبه انها ارض سطحيه ما فيها لا جبال ولا وديان. فقالت لزوجته لا تبنى البيت يا فلان، خاف يجونا ضيوف وانت شايف ان وضعنا ما عندنا شيء. قال لا ابني البيت ونبي نتظلل فيه والله كريم. الوكاد انها بنوا البيت وتظللوا فيه وقيد رحايله اللي هو يرحل عليهن وخلاهن يرعن. ويوم جاء العصر يبون يضبون اغراضهم ويبون يمر تاب عليهم ضيوف. اي نعم. الضيوف
الطواطحة من الدهامشة من عنزة جايين الظاهر من نجد وجههم للكويت، وجماعة بعد طواطحة يعني ناس معروفين وأهل ذبيحة و... نعم. إيه. وقال لزوجته، قال أنا أبي أخذ الرحايل، ترهن لزوجته اللي بقينا سبحان الله الممات، قال أنا أبي أخذ واحدة من هالرحايل وبيذبحها لضيوفنا، واليمني وصلت قرايبي إن شاء الله أني أبي أردها للشي. نعم قالت تمام، حلالي وحلالك واحد صحيح، لكن أنت ما دامك تبي تذبح لك واحدة منهن ترى الغراض اللي نشيلها عليهن نخليه، قال يفرجها الله. الوكاد الرجال خذ اللي قدر وخذ سكين وتبع الرحايل علشان ما يشوفون ضيوفه، يبي يذبح له واحدة منهن ولا ناطح على رجالنا على إحصان أو إنه حمار ولا حط له ذبيحتين يمين ويسار بلهن خرج نعجتين نصوبه لهن ذيب من أمس وذال عليهن يموتن ولا حولها أحد، ويبي غدي أحد يأخذهن يتنفع منه. وقال الرجال هذا الموضوع هالشكل، قال أجلي أنا بعطيك فلوسه، قال أنا ما أبي فلوس بس أني أنا متحسف خاف أنهن يموتن، وأخذهن إيه وأخذهن الرجال وذبحهن لضيوفه وعش ضيوفه، وقال أبيات خفيفة يعني يقول فلاح السلاية العازمي، يقول يا الله يلي تعلم الجهر والغيب، الواحد المعطي مدير الهبايب، يقول هل يجرب الوقت تجريب، ونفسهم ضريها القضي النوايب، وحنا بلان الله في حشام وجانيب، ونويت عشيهم حدات الركايب، لكن ربي قرب الرزق ترقيب، لكن ربي قرب الرزق تقريب، الله هو المعطي جزيل الوهايب، والطيب يبقى مثل نقش المكاتيب، والعمر قافيها الفناء والنصايب. صحيح، يعطيك العافية أبو مشاري، والله قضى لزومهم إنه جاب لهم الله، لأن الكريم دائما معاه وكلهم نيتهم طيبة. سبحان الله العموم، يعطيك العافية على القصة الطريفة أبو مشاري، ويعطيك العافية على العموم، الله يعطيكم العافية، وأنا شاكر وجودكم معي في هذه الحلقة. عزيزي المشاهد، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، كما أشكر الشعراء اللي بجهودهم وصلت لكم حلقة هذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة علي سعود العجمي، والتقي معاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، حتى يحين ذلك الموعد لكم مني أطيب الأوقات وأسعدها، ومع ألف سلام.